البنات بالصحة فطوركم. المهم البنات غبرت عليكم، ما درتكمش ستوريات وقيله البارح ولا اليوم، نهار كامل حتى خاو ستوريات. فاش يخواو لي ستوريات يعرفوا بلي راه عندي مشكل. ما عنديش مشكل مشكل، ولكن راه عندي مشكل انني ساهته وانني غير عيانه وغير طايحه. هذا الشيء كامل بغيت نبارطاجيه معكم. انا قلت السبب هو مانع الحمل، راني كناخد ديال سميتو جاسمين. غدا غادي نمشي عند جينيكولوج نشوف شنو ندير، حيت انا ملي بديتو انا صحتي اللور اللور، مره كتجيني تقيه، مره ساهته، مره عينه. فريمون الا كان هو اللي دار لي هاد الشيء البنات، فراه السم كناخدو هو داك مانع الحمل. فغدا غادي نمشي نشوف البنات شنو كاين عند الطبيبه، وغادي نرد عليكم الاخبار. فريمون البنات ملي خديتو انا كنحس راسي بحال الارض كتجبدني، غير طايحه، غير ساهته، غير باغيه نعس، غير ما بقاتش عندي ديك الانرجي ديالي الاول، والسبب هو مانع الحمل. المهم البنات انا شكرا البنات اللي كيسولوا فيا ديما، ولكن فاش تقطع ستوريات بحال دابا ما عنديش لقانا نرجع ندير ستوريات جداد. مكثرش ما ساهتني هذاك هذاك الدواء، انا كلته. شفتوا يا اختي تبعوا نصائحي وما عمركم تخيبوا يا لاله. ديري العزه بنت الحرام وما تكونيش بنت لوله، بلاتي بلاتي كما سالي ما غادي تطيح فوق الميلود. ها شفتوا شو 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 مع من كطيح سليمه المعطاوي، كطيح غير مع مخيات مخي الاول المدلول وكطيح مع هذا عاوتاني ولد الميلود. ايوا هي الصراحه العين كاينه ياك، ولكن ما كنبغيش اي حاجه كتصرى لبنادم يردها في العين. بنادم يدير بالاسباب وفهمت الكمال على الله. انا لو كان جيت ندير على العين، انا فاش بديت يوتيوب بقاو عليا خوتي العين وعائلتي العين، قلت لهم لا والو دير يوتيوب والو والو، الحمد لله وصلت انا ودرت بلاصتي ومازال ندير بلاصتي. فما عرفتش كاين العين وعين العرب خايبه، فما تقارنوش بين العين العرب وعين القور. كيقول لك مالهم القور، بيونسي وشاكيرا هذوك راه القور عينهم زوينين. العرب يا اختي بالرقمه تقشع ديالكم طيحي في الارض. واخا كيف ما كنبغيش نعمر راسي بهاد العين، العين الا جيت نعمر راسي بالعين العين لا ما غادي ندير والو. جيت تعمر راسك بالعين غادي دير هكا تعوق وتسد على راسك وتجلس تخاف من العين. فالواحد يدير الاذكار ويقرا القران ويطلق القران وكمل وعلى الله. ما بغيتش ما كنحمش داك اللي يجي يطلع في السوشيال ميديا يقول لهم العين ضربتني في العين، انا زينك وكحل عينك. ما نساش كاع دوك اللي كيخرجوا كيف ستوريات ضربتنا بالعين ضربونا بالعين، من عين على زينكم وكحل عينكم بالك عليا. اختي في الاول جربت اسيومات ما جاش معايا، دابا هو هذا جاسمين حتى هو ما جاش معايا. انا متاكده هاد الاعراض عرفتي راه انا ما كنتش ناخذ مانع الحمل، راه كنت ديما انا يا ناشطه ماشطه داخل انرجي بوزيتيف. دابا صاحبتي انا مولات الانرجي والنشاط، واش عندي الانرجي نيجاتيف باغا نطيح ونعس كي ديك اللي الله يستر واكل القرقوبي. لا لا اختي غنمشي غدا عند الطبيب ونقول لكم الاخبار، وما نقدرش نقول لك تقول لك شي وحده خوتي راه اي وحده كتاخذ واحد يقدر يجي معاك يقدر ما يجيش معاك. وكيقول لك احسن حاجه هو استغيري ديري الاولى والله اعلم. المهم انا غنمشي للطبيبه ونرد عليكم الاخبار. لا عباد الله واك واك عباد الله، تخيلوا نجيب انا شي وليد ولا شي بنت يبقى يفرعني بالزقه. وخاصكم تعرفوا انا غير جاهزه اني نكون ام، بارك انا عمر بحال ولدي والله عندي مومو واحد بركه عليه، فيه راجلي وفيه ولدي وفيه كل شيء. زال اختي ما قداش انا نجيب وليدي يبقى يوعوع عليا وبدلي لك، واش نعز زعما بغيت نسافر عاد بغيت نخرج عاد بغيت نشوف العالم. الا جبتي وليدي نبقى نفوت انا نمشي نسافر ونبدل له الخرا في ليكوش. مازال شويه نعيش شويه ونجيب الوليد ان شاء الله. مازال اختي مازال ما قدا نبات بلا نعاس ونوض نفيق ونقابل وعاود غد لي وكي ما نقدرش. مازال ان شاء الله الله يجيبهم في الوقت المناسب، الله يرزقنا ويرزقكم الذريه الصالحه في الوقت المناسب.